في المرة السابقة تم إتلاف بعض الصناديق عمدا، وللأسف الشديد كان رئيس اللجنة لم يقم بدور رادع ودور حيوي، فتسبب أيضا في حالة هرج ومرج في إلغاء النتيجة ووقف الانتخابات ثم أعيد الفرز. المهم الشاهد أن الانتخابات اتعادت الحمد لله رب العالمين. النهاردة احنا في لجنة الفرز، الحمد لله رب العالمين. الشرطة العسكرية قامت بدور أكثر من رائع صراحة في التنظيم، تنظيم يعني أكثر من رائع، من بداية المدخل بداية دخول الصناديق لحد فتحها. اللجنة القضائية المشرفة قامت بدور رائع أيضا في عملية الفرز وتأمين عملية الفرز لتلافي كل الإشكالات حرس المرة السابقة. لكن هي المشكلة النهاردة أن الإقبال من المسلمين ضعيف جدا. كانت نسبة الإقبال اللي تم رصدها في الانتخابات في المرحلة الأولى كان حوالي 70%، النهاردة لن يتجاوز بأقصى صورة 40%، انخفاض ملحوظ بطريقة عجيبة، وانخفاض في نسبة المسلمين بعكس الكتلة الأخرى رايحة متوجهة بتصويت متوجه بصورة محددة. المرة الماضية نزلوا في أول يوم انتخابات الصبح، المرة دي نازلين في آخر يوم انتخابات بعد العصر، كتل متوجهة بتوجيه مباشر. لكن أعتقد برضو أن الانتخابات النتيجة في القوائم بالذات لن تتغير عن المرة الماضية كثيرا في النسب اللي حصل عليها. بيتهموا التيار الديني أو حزب النور اللي هو بيستخدم المساجد دي. والله لو كنا نستخدم المساجد كنا حسينا الناس انها تنزل النهارده وفي مكبرات المساجد. احنا ابتعدنا عن هذا الاسلوب، بالعكس احنا النهارده يعني راينا تجاوزات كثيره جدا، راينا مرشح من بعض الاحزاب بتقدم مبالغ ماليه للاسف الشديد، بيمروا بعربيات في المناطق الفقيره وبدون مبالغ ماليه، وبعضهم عاملين مأجرين محلات أو أماكن بجانب اللجان بدون مبالغ مالية علنا نهارا. يعني العملية النهاردة كان فيها بعض التجاوزات فكرنا بأسلوب الانتخابات السابقة. الحمد لله احنا حافظنا على الحفاظ على مبادئنا. يعني شفناها في قسم رود وفرج، خاصة شفنا ثلاث حالات من ثلاث أحزاب. لا ما فيش داعي للذكر، يعني احنا ما ضبطناش قانونيا يعني عشان المساله، لكن شفناها بعينيا. انا شفت حاجه بعينيا وهم طلبوا مني ان انا اتجاوز وبتاع، يعني هو قالوا لنا المساله يعني وخلاص على كده. تقريبا الصوت كان متفلط من 20 ل 50، في بعض بقى الاغنياء اللي مدفوعين بدعم مالي كانوا مدفوعين 100 جنيه.